منحة الكايمبي أو منحة الحكومة الإندونيسية سوف تغطي لك كل التكاليف، تذاكر طيران بالمجان، دراسة بالمجان، راتب شهري وأيضا تأمين طبي ودراسة سنة لتعلم اللغة الإندونيسية. هذه المنحة موجهة لكل من البكالوريوس والماجستير والبي اتش دي وفي تخصصات عديدة جدا للدراسة في دولة إسلامية محضة. معرفة كل التفاصيل سوف أترك لكم رابط الفيديو في أول. لأجل التقديم والاستفادة من منحة الحكومة الإندونيسية ولابد التقديم أن يتم في مرحلتين. المرحلة الأولى هي التواصل مع السفارة وإرسال الوثائق لهم من أجل الحصول على خطاب التوصية، ولمعرفة الوثائق التي يجب إرفاقها أرجو منكم مشاهدة الجزء الأول من الفيديو. الآن التسجيل عن طريق الموقع اللي هو الخطوة الثانية، نضغط على ساين اب من أجل حساب جديد وبعد ذلك ساين ان فتظهر لنا هذه الصفحة، نضغط على كونتينيو من أجل بدء عملية التقديم. وابليكيشن مكون من 5 مراحل. المرحلة الأولى عبارة عن معلومات شخصية ويتم إرفاق صورة شخصية بالإضافة إلى جواز السفر أو الاي دي. بعد ذلك نضغط على Next من أجل الانتقال للخطوة الثانية وهي Academic Information. في هذه المرحلة ننتقل إلى ملء المعلومات الخاصة بالخلفية الأكاديمية بما فيها المعدل الذي حصلت عليه وأيضا شهادة اللغة الإنجليزية ومتاح الضغط على Other يعني ليس شرط IELTS أو TOEFL. وبعدها نرفق الوثائق المتاحة هنا وهي شهادة التخرج والترانسكريبس والرسائل التوصية ورسالة التوصية التي تحصل عليها من السفارة ورسالة التوصية من صاحب العمل إذا متاحة. بعد ذلك عند إرفاق كل هذه الوثائق نتأكد من ذلك ونضغط على Next وننتقل الآن للمرحلة الثالثة وهي اختيار الجامعات. أمامنا مجموعة من الجامعات متاح لكم التقديم عليها وهي عبارة عن روابط سوف تنتقل من خلالها مباشرة إلى الرابط أو موقع الجامعة، فتعرف على تفاصيل كل جامعة قبل اختيارها ولديك 2 اختيارات. اختر الجامعة التي تريد مع التخصص الذي تريد مع إرفاق خطاب النية. بعد ذلك ننتقل إلى آخر شيء وهو الضغط على موافقة لكل الشروط، وأيضا لدينا خانة خاصة بالميديكال كونديشنز. اقرأ هذه التفاصيل بعناية واضغط على الحالة الصحية لديك، وبعد ذلك لا تنسى إرفاق خطاب شهادة كوفيد أو جواز اللقاح. بعد ذلك نضغط على Next وفي الأخير ننتقل إلى الضغط على Submit للأبليكيشن. نحتاج إلى إمضاء سريع وبعد ذلك نضغط على Submit وبهذه الطريقة تكون قدمت على المنحة بنجاح.